شي واد ماما، نتمنى لكم عيد اضحى مبارك، ان شاء الله تكونوا عيدتوا بصحه ولهنا ولاقوا العام الجاي ان شاء الله. اذا وصفتنا تاع اليوم راح نطيبوا قطعه من لحم الخروف، راح ندير دي سوغي دانيو وتاي وغمارا دونك بالزعتره وباكليل الجبل. دونك لا سوغي دانيو هي قطعه من اون جينيرال تكون في جيغو تاع لحم الخروف ولا الفليبول تاعو، هي القطعه اللي تجي من الفوق كامل من العظم. دونك هاد فريمون سي اون بارتي تري طومبر تاع اللحم، تجي فريمون تكون فريمون طريه. دونك وصفه سهله، دونك تشوفوا بلي فريمون سهله بزاف، تستغرق شويه من الوقت باش طيب بلا عقل، هكذاك باش تكون عندنا فريمون اللحم تشوفوا لي النتيجه تاعو ما يكون عنده مذاق رائع، اللحم طري اي بيان بيان بارفيمي، هذاك اكلي الجبل يكون فريمون فيه ريحه هايله. دونك نبداو بسم الله. اول حاجه نديرو لا مارينات. دونك في الوصفه سهله، راح نسحقوا فقط 4 مغارف زيت زيتون، زوج مغارف تاع العسل، 3 سنات ثوم، شويه بطاطا صغيره، نسحقوا اكليل الجبل دونك 4 برونش دو رومارين يكون فريشك، نسحقوا شويه التان دونك زعتره. انا ما كانش عندي زعتره وحدها، راح نستعمل معليش دي زارب دو بروفونس دونك فيهم داخل زعتره، شويه ملح. نبداو بسم الله. دونك قلنا نسبقوا بلا مارينات ساهل، راح ندير فقط زوج مغارف دونك زوج ملاعق كبار نتاع زيت زيتون. بسم الله. وزوج ملاعق تاع العسل. نبدلو الغرفة. ملعقة تانية. دونك راح نخلطوهم ان بانسو. بسم الله. نحي هاديك العسل كامل. نحركوهم مليح مليح و نديروهم فوق اللحم. هذاك ما تخافوش ما حد تجيكم حلوه كي ديروا العسل، لكن تمد لكم مذاق رائع فيه. هنا راح ندير لها الزعتره، دونك هنا الكميه على حسب الذوق. ندير لها الزعتره بيان داخل. كان الحم كثر من حب اللحم يجي بيان فريمون بيان بارفيمي. نديرو في القطعتين. نكمل هاديك اللي قعدت لي. دونك لو ميلانج تاع العسل مع زيت الزيتون. فوالا واش راح ندير هنايا، راح نغطيها في الميكرويف نخليها تريح في الثلاجة لمدة حوالي ساعة، هكداك 45 دقيقة إلى ساعة، بلا تشرب مليح هاديك لا مارينات، ونولي ليكم إن شاء الله.
اذا بعد مرور ساعه من الوقت دونك حطيت الفرن تاعي سخون على 160 درجه مئويه. دونك نحكم من كوكوت اللي نقدر نحطوها في الفرن وهنا فوق النار. ديروا فيها زوج مغارف تاع زيت الزيتون بسم الله. نحكموا اللحم تاعنا هذاك نكهوليك نكه بيان بالطعم تاع دونك تاع الزعتره ولا زيت الزيتون ولا العسل. دونك نحطوه يتحمر فوق النار نقولوا شويه بسم الله. نحطوه يتحمر من كامل الجوانب ندير تحميره شابه. حنا قعدت لنا هذيك لا مارينيت قعدت لنا شويه راح نستعملها. دابا نحمر اللحم نطويلو شويه باش ياخد لون. نستعملو نص كاس ماء وقبل ما يتحمر اللحم عندي هذاك دونك هذاك الاكليل نحيت ثلاثه دونك تخوا برونش وغسلتهم والثوم تاعي ما قطعته برك قطع كبيره ندورهم كامل الجوانب. قلت لكم تحقوا نص كاس تاع الماء هذاك نص كاس تاع الماء انا خلطو في هذيك الكاس اللي درت فيه لا مارينا تاعي باش نريكيبيري كامل هذاك المذاق. راح نستعمل لا مارينا راح نزيد نقلب ولكن تحرقوا بك على يديكم هنا. هنا كما راكم تلاحظوا كي اللحم خدا بيان خيط مليح تحميره دونك حمر مليح. هنا واش نديرو نديرلو الملح بسم الله جهتين نحط هداك الاكليل تاعي هذه يطلق فريمون ان غو اكستراوردينير للرومارا ونزيد هذاك الثوم كما قلت لكم قطعته قطع كبار برك. هنا حندير هذيك لا مارينا اللي قعدت لي هذيك نزيدها من الفوق نخبطها كامل راح نطفي على النار نحطها كامل مليح مليح. ريحة تاع الغمارة هاي طلعت تهبل. هنا قلتلكم نزيدو نص كاس ماء هاديك نص كاس تاع الماء راح نحطو في وين كانت التتبيلة هاديك باش نحي كامل هاديك النكهة لاي في لو بلا. نخلط دونك نشلو هداك لو بلا لي كان فيه الزيت مع العسل و التان بسم الله نديرو فوق اللحم مباشرة. هنا كيما قلتلكم الفرن حطيت فيه سخون على 160 درجة دونك حنغلق لاكوكو تاعي نغلقها هكدا ونحطها طيب لمدة 45 دقيقة ونجيب لكم إن شاء الله.
هنا بعد مرور 45 دقيقه من الطهي دونك نمروا للمرحله الثانيه. هنا كي تجبدوا لا كوكوط تاعكم نحوا الغطاء تاعها بالك وباك تحرقوا. دونك هنا حنقلب اللحم تاعي ونشوفوا كيفاش بدا يولي طري ديجا. دونك حنقلبوا من الجهه الثانيه بسم الله باش يطيب من الجهه الثانيه مليح. نقلبوه نعاود نغلق عليه. هنا توجور بلاقل دايما نديرو طرشونة ولا حاجة باش مت حرقوش. دونك هنا حنعاود نحطو يطيب لمدة ساعة على 140 درجة. دونك نقصت الحرارة تاع الفرن إلى 140 درجة. هنا حنخليه يزيد يطيب ونولي ليكم إن شاء الله المرحلة الثالثة. نحقو المرحلة الثالثة. دونك في هاد المرحلة دونك هنا نشوفو بلي اللحم ديجا طاب كي ندخلو الموس لداخل نشوفو بلي دخلو بيان طياب. فوالا دونك واش حنديرو حنقلبوه حازين نقلبوه مره الاخيره فقط. حال الهدف تاعنا من هاد الطياب بلا قلب باش يكون فريمون اللحم طري جدا. شوفوا في هاد هنايا كي ندوروه شحال طري منا مازال ما كملش طياب. دونك هنا تقلبناه مره الاخيره راح نحط البطاطا تاعي داخل بسم الله. دونك كيما قلت لكم بطاطا صغيره كامل تقدروا انا قشرتها ما نقشرها تقدروا ما تقشروهاش. يفو بك بيان غوسي لي بوم دو تيغ وغسلوهم مليح نحطوها مباشرة نحطوهم داخل هداك لو جو. هذا خصني نغطسوهم كامل داخل باش كامل يشربوا ال واش حندير. حنعاود نغلق عليهم نعاود نحطهم في الفرن اونكور اون فوا. دونك هاد المره كنحطهم في الفرن راح نحطهم ساعه ثاني نزيد لهم ساعه على درجه 130 درجه. دونك كل مره نقصوا الحراره تاع الفرن باش فريمون هنا اللحم يطيب بلا حتى يكون فريمون تري تري طون كون لا فيوند. راه هادو نقليها نعاود نحطها في الفرن باش طيب هي طيب البطاطا تاعي. فوالا واخيرا نحن للمرحله الاخرى. دونك قعدت لنا مرحله فقط للطهي. دونك اللحم راهو طايب ديجا نوريه لكم قعدت البطاطا باش نكملو نطيبوها. وهاد المرحله الاخرى كامل دونك تقدروا تاكلوا اللحم كيما راهو يعني خليناها فريمون زدناها باش لا فيون تكون فريمون بيان بيان كونفيت و بيان طون تكون فريمون فيها طراوه رائعه. نوريكم مقلب اللحم ديجا كيفاش راهو جا في هذه المرحله راهو فريمون طايب يشهي هاوليك. دونك في هذه المرحله ما نزيدوش نقلبوا اللحم خلاص نقلبوا البطاطا فقط يعني باش طيب الجهه الاخرى نبداو نقلبوها كامل بسم الله. واش نديرو في هاد المرحلة؟ دونك اللحم قلنا منقلبوش أون فا جوست أغوزي لا فيوند من الفوق يعني نسقيها بك بهاديك لاصوص أو غنسقيها هكدا. نعاود نحط اللحم تاعي في الفرن أونكور ساعة تقدرو شوية أقل يعني فغيمون اللحم راه طايب دونك تقدرو مديروش ساعة كاملة على 120 درجة مئوية هاد المرة. وكل من داك يعني كل ربع ساعة هكداك حلو الفرن تاعكم وسقيو لا فيوند تاعكم بهاديك هذيك لاصوص هذيك الصلصه دونك هكذا باش تقعد دائما طريه. دونك نعاود نلقى عليها لا كوكوتاي ونعاود نحطها للمره الاخيره ونقدم لكم الطبق في الاخير. فوالا فوالا الطبق تاعنا راهو جاهز. دونك 20 دقيقه الاخرى تاع الطياب نحيت عليه الغطاء باش يزيد يتحمر مليح مليح اللحم والبطاطا. دونك قلت لكم خلوا اون برونش تاع الاكليل هذيك باش ديروها بورا ديكوراسيون. C'est vraiment la viande vraiment très très tendre ou vraiment super bien parfumée avec le romarin. J'ai très hâte ça, mais je ne sais pas si je vais le faire parce que c'est vraiment très bon. On va le commander.
عليك دوك اللحم بيان بيان محمر وطري لداخل. نحب نقدمو هكذا في يعني هاد لو دريساج سي فريمون بريزون جو تروف كي سي بريزونتاب كي تجيكم ضياف ولا نوريكم داخل كيفاش طري. فطاح بسم الله شوفوا شحال محمره مليح داخل وشحال لي طون شوف شحال تقطع وحدها لي فريمون هاك. وهذا هو السر تاعها كامل هو الطياب يكون كيكون بلا عقل كيطيب بلا عقل. شوفوا شحال طريه هاك فريمون لي فريمون طريه اللحم داخل فريمون طريه لا فيوند. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم للفيديو اشتركوا في قناه شيوات ماما فيسبوك تويتر يوتيوب. نقولكم شهيه طيبه ومع السلامه.